الثانوية العامة، وهي الموضوع اللي لازم نتكلم فيه في نفس ذات الميعاد تقريبا من كل سنة، واللي اتمنى قدر الاستطاعة ان احنا كلنا كأولياء امور واولادنا اللي عندهم عيال في الثانوية العامة يبقوا مطمنين، نبقى مطمنين وننسى تاريخنا احنا. يعني حاول تتعامل مع الحالة وتتعامل مع اولادك وتتعامل مع التعليم المدرسي اي ما قبل الجامعي وتتعامل مع الثانوية العامة بعيدا تماما عن انها بعبع، لان المسألة ما بقتش كده، بقى في اهتمام بجد. يعني مش احنا فاكرين لما كنا اتكلمنا على مبادرة حياة كريمة في الاهتمام بطلبة وتلامذة الثانوية العامة وازاي يراجعوا معاهم ويذاكروا لهم و و و وحاجات زي كده؟ طيب، فاحنا عندنا الثانوية العامة بإذن الله تبدأ يوم الاثنين 12/6 وتبدأ وتخلص إن شاء الله الامتحانات يوم الخميس 13/7/23. طيب، في مجموعة من النصايح، النصايح دي بقى من شأنها إيه؟ أنشط ذاكرتي كطالب، أعرف أستدعي المعلومة، ما هدي ليها طريقة وليها أسلوب، وكمان إزاي الطالب يبقى عنده إعداد نفسي قبل امتحان الثانوية العامة. خلونا ناخد معانا على التليفون الدكتور أحمد كمال عيد، الخبير التربوي المتخصص في علم النفس المعرفي. أهلا بيك يا دكتور أحمد. اهلا بيك يا فندم، ازاي الحال؟ كله تمام الحمد لله بخير والله. كل ثانوية عامة وكلنا طيبين يا دكتور احمد. كل ثانوية عامة وسعادتك بخير. ربنا يخليك. نعمل ايه او اولادنا يعملوا ايه علشان يبقى مستعد نفسيا للمرحلة اللي هو فيها دلوقتي دي بقى، اللي هي زحمة المذاكرة والمراجعات و و و و و وكمان اقباله على الامتحان واعداده او بالادق اعداد ذاكرته لاستدعاء المعلومة. تمام يا فندم، تمام. أنا في البداية أحب أتوجه لحضرتك وأسرة البرنامج ولكل السادة المشاهدين بخالص التحية والتقدير. الله يخليك يا فندم. أنا يعني إن شاء الله النصايح اللي ربنا سبحانه وتعالى يسرني يعني يسر لي الحال وأقدر أتكلم فيها دلوقتي بعون الله تعالى مش هتبقى موجهة للطلبة فقط، وإنما هتبقى موجهة للطلبة وبشكل خاص أولياء الأمور. تمام، يعني يا ريت ولي الأمر يبقى مركز معانا زي الطالب وربما أكثر من الطالب. حلو. في البداية احنا محتاجين ان احنا ننام نوم كافي، والنوم الكافي ده نوم لا يقل، وده معروف لكل الناس، عن 6 ساعات، يعني الرينج بتاعه من 6 لـ 8 ساعات. طيب ايه السبب وراء كده؟ ان المعلومات اللي احنا بنكتسبها طوال اليوم بيتم تخزينها في جزء من الدماغ بيسمى الحصين او قرن امون، ده ترجمته باللغة العربية، وده في بعض الاحيان بيسموه بيت الذاكرة. لا ينقل المعلومات التي تم حفظها في قرن آمون أو بيت الذاكرة إلى الذاكرة طويلة المدى إلا ليلا وفي المراحل العميقة من النوم، خلال مرحلة بتسمى الـ REM Rapid Eye Movement، بيتم فيها نقل موجات عبر موجات تسمى موجات دلتا ويف، الموجات التي اكتسبت طوال اليوم إلى الذاكرة طويلة المدى. يبقى أنا لو تعبت نفسي طوال اليوم مذاكرة ومراجعة وحل امتحانات وجهد، وجيت اخر اليوم وما خدتش القسط الكافي من النوم اللي بيتراوح من 6 وبشكل متصل، يبقى انا ضيعت جزء كبير جدا من مجهودي طوال اليوم. ماشي. في حدي للطلبه والاولياء الامور، لان في جزء كتير من اولياء جزء كبير من اولياء الامور بيجي لما يلاقي ابنه نام في ايام الامتحانات عدد ساعات هو من وجهه نظره شايفها انها كتير، بيبدا ده يضغط عليه ويقول له انا كل ما اشوفك الاقيك نايم. طبعا احنا هنا ما بنتكلمش على النوم المستمر، يعني احنا بنتكلم على النوم الطبيعي. ومعتقد وللاسف بعض المدرسين بيعتقدوا اذا ما كانش يقول للطالب انت المفروض تنام لك في ايام الامتحانات دي 2 3 ساعات، لا ده اكبر، يعني ده اكبر خطا ممكن نضر به طالب اي في اي مرحله، واحنا دلوقتي بنتكلم على الثانويه العامه تحديدا، ان احنا نقول له قلل عدد ساعات النوم بتاعك. ينام الساعه كام يا دكتور؟ يفضل ان احنا ننام نعد بقى 8 ساعات نصحى مع فتره الفجر او بعد الفجر بحاجه بسيطه مع بزوغ الضوء بتاع النهار. علشان الفتره دي بيبقى الهرمون الكورتيزون في الجسم مرتفع، الاكسجين النشط في الجو بيبقى عالي، واحنا عندنا غذاء الدماغ الاساسي هو الجلوكوز والاكسجين. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان الدماغ يشكل حوالي 2% من كتلة الجسم، ولكنه يستهلك 20% من أكسجين الجسم وطاقته، وبالتالي لما احنا نقوم بدري في الوقت ده هيبقى الدماغ في أفضل حالاته وأكثر قدرة على الاستيعاب. تمام؟ أوكي. ده بالنسبة للنصيحة الأولى.
النصيحة الثانية إن إحنا نحسن المود ونحسن الحالة المزاجية، لأنه لم يرى للذاكرة أفضل من الحالة المزاجية. طيب الحالة المزاجية دي جزء رئيسي بيها ممكن يجي عن الرياضة. ممارسة الرياضة لمدة من 20 إلى 30 دقيقة يومياً بتزيد من تدفق الدم للذاكرة وبتحسن من الحالة المزاجية وبتخلي الإنسان أكثر تركيزاً. وطبعاً لو رجعنا لحتة النوم برضو قبل ما نسيبها، يعني المفروض الإنسان قبل ما ينام، يعني الطالب قبل ما ينام بساعة ينقطع تماماً عن كل الشاشات، سواء كان شاشة اللابتوب أو شاشة التليفون المحمول أو التابلت اللي هو بيذاكر عليه، لأن كل الشاشات بتطلع البلوريز، الموجات الزرقاء والموجات البنفسجية، وهي موجات عالية الطاقة بتؤدي إلى حدوث استثارة لخلايا الدماغ، فبتخلي النوم غير منتظم وممكن يقعد فترات طويلة لحد ما ينام. وطبعا من ضمن الحاجات اللي بتساعد على الاسترخاء للنوم ان الانسان يخش ينام وهو جسمه رطب، وده بيساعد على النوم، وان هو يحدد لنفسه خلال الفتره اللي جايه فترات نوم سابقه، يعني معروف ان انا اخش انام كل يوم الساعه 8، احاول اعمل ده بشكل يومي منتظم. هذا اول نصيحه. حلو. النصيحه الثانيه ان احنا في خدودك يعني بتبقى افضل في حاله الدروس الصعبه او الثقيله او اللي عندها اشكاليه في مذاكرتها، حاجه اسمها الوزعة أو المعالجة التباعدي. يعني أنا مثلا عندي مشكلة في درس ما، أنا افترض فيزياء على سبيل المثال، والدرس ده عامل لي إشكالية أو صعوبة ذاكره، ممكن أذاكر منه جزء وبعدين أسيبه وأروح لجزء تاني مادة تانية أذاكرها، وبعدين أرجع له بعد شوية أذاكر منه جزء وأسيبه وأروح لمادة تانية أذاكرها، وممكن أقسمه على يومين. طيب ليه المعالجة الموزعة؟ لأن أنت لما بتذاكر جزء من الدرس الصعب اللي أنت ذاكرته سبته، أنت معتقد أن أنت سبته، لكن الأنكوش لأن العقل اللاواعي ما سابوش، لأن هو في الحقيقة بيعمل له معالجة بطريقة لاواعية وأنت ما أنتش واخد بالك. وكل شوية لما تيجي تذاكره مرة تانية نبدأ نستدعي المعلومة من الذاكرة ونرجع ندمجها بالمعلومة الجديدة اللي أنا اكتسبتها، يقوم يحصل حاجة هنا اسمها الميموري كونسوليديشن، تدعيم أدعم وتقوى. حتى بالليل واحنا يعني كلنا كنا طلاب وشفنا الحكايه دي، كان ممكن يبقى الواحد واقف عليه مساله معينه او مش قادر يلاقي لها حل وينام، يقوم الصبح يلاقي المشكله اتحلت. اتحلت ليه؟ لان انت وانت نايم بالليل عقلك كان شغال عليه. هذا نصيحه ثانيه. حلو. النصيحه الثالثه في حاجه اسمها الاوفر ليرنينج، اللي هو التعلم الزائد. التعلم الزائد اللي هو ايه؟ هفترض ان انا ذاكرت درس ما وبقيت كويس فيه قوي، يعني خلاص انا حاسس ان انا، خلينا بمناسبه ان الطلبه في اول امتحاناتهم طبعا هم عندهم في البدايه المواد غير المضافه ثم بعدها بيجي اللغه العربيه. هنفترض اللغه العربيه كل الطلبه بيستعدوا دلوقتي للغه العربيه. هنفترض ان انا ذاكرت درس معين في الادب والدرس ده انا حاسس ان انا متمكن فيه وشاطر فيه قوي. ما تخضعش لهذا التاثير، بمعنى انت ذاكرته وبقيت كويس فيه قوي لان انت لما بتذاكره تاني وتعمل له اوفر ليرنينج تعلم زائد، ده بيقلل من مجهودك ليله الامتحان في مراجعته، بدل ما كنت هتراجعه في نص ساعه في ربع ساعه ممكن تذاكره في 5 دقائق 10 دقائق، وهيقلل من الزمن اللازم لاسترجاعه اثناء الامتحان، وبالتالي كل مجهود انت بتعمله حتى ولو انت شايف ان هو زائد عن الحد، لا هو مجهود غير ضائع وان شاء الله رب العالمين تستفيد منه. طيب ممكن نقطة أنا بعتبرها في غاية الأهمية، وهي نقطة استراتيجية أخذ الملاحظات. أوكي. اللي هي إيه؟ أنا بذاكر دلوقتي درس، والدرس ده أنا عندي ملحوظة على الجزئية الباراجراف اللي أنا ذاكرته ده، القطعة اللي أنا ذاكرتها دي أدونها أكتبها سواء على هوامش الكتاب أو في الكراسة أو كشكول خارجي أنا عملته، وابدا اخد الحاجات المهمه بالهايلايتر القلم الفسفور الملون ده ابدا اعلم عليها واكتب عليها ملاحظاتي. وانا طول السنه كنت بجمع ملاحظات من فهمي ومن طريقه شرح استاذي، اجي في الوقت الحالي انت الان امام موسم جمع ادواتك، اجمع ادواتك، لم الادوات بتاعتك اللي انت كنت شغال عليها طول السنه، الملاحظات المعلومات المهمه، والمدرس بيشرح لك يقول لك خد بالك من الحته دي، الحته دي مهمه، بعض الناس تقول لك خد بالك من التركايه دي، الحته دي فوقيه الاهميه، السؤال ده سؤال ترابطي، ليه ربط بالباب الاولاني في الحته الفلانيه بالباب الثالث بالحته الفلانيه، لم ادواتك دي وابدا جمعها، لان المعلومات الملاحظات اللي انت اخذتها سواء من تلقاء نفسك او بتوجيه من طوال السنه هتبقى انت محتاجها خلال الفتره اللي جايه، وهتبقى
فيها ليلة الامتحان وانت جاي تنام او انت ماشي الصبح تسترجع النقاط المهمة اللي موجودة عندك في المنهج من خلال اخذك للملاحظات. هايل جدا جدا جدا، انا بشكرك يا دكتور، الف الف شكر على هذه النصائح. دكتور احمد كمال عيد، الخبير التربوي المتخصص في علم النفس المعرفي.